خمسة ونص تقريبا، أخته دي اتصلت بي قالت لي بابا في ضرب نار في الحتة وهيصة ودوشة. جبت بعض وجيت. أنا جيت لقيت ما فيش حاجة، الدنيا هادية. وصل ابني حوالي 10 لربع 10، وقال لي بابا عايز حاجة من تحت. قلت له لا عايز لحاجة من تحت ولا من فوق، اقعد جنبنا. مرة واحدة كده كنت قاعد في الشقة سمعت ضرب نار، طلعت اجري بره اشوف، افتكرت في خناقه ولا حاجه، لقيت الحكومه داخله بيتنا، البيت اللي انا فيه، وطلعت في اسطوح عندي. بعد ما طلعت في اسطوح عندي لقيتهم بيضربوا نار على السطوح اللي هو فيه سعد الله يرحمه. سمعت دربيك على السطح كده خبط وزق، فطلع لا مفيش حاجه. فنازل كانوا دول طالعين من على السلم بتاع بيتنا، قابلوه قاموا ماسكين. خرجت من دورة المياه جاري لقيت ابني في وسطهم، تبني 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 تبني، انا اللي جايبه من الشغل دلوقتي. التفت لقيت الضابط اللي اسمه هشام عبد الجواد ده مدور التلطيش فيا ضرب بالاقلام وزقني وقعت على التعب، وجرجروا ابني على السلم ونزل. تبقى حضرتك بقى تحت بقى كانوا مطلعينه من البيت هنا بالظبط، مطلعينه اتنين امناء شرطه مطلعينه من رجليه وهو ماسك في الباب الخشب ده، الباب الصغير ده. ماسك بايده وانا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. طبعا راح هشام راح ضربه بسن الجزمه في ايده الباب الخشب، وبعد ما ضربه بسن الجزمه في ايده راح موقفه بقى هنا قدام الباب على طول، ضربه بدار الطبنجة على دماغه من ورا، طلعت نافوره الدم، وراح قال لهم هاتوا لي كلبشات وكلبشوه، كلبشوه ونيموه على بطنه، وفضلوا بقى يضربوا فيه بقى. كان معاهم عصيان فيها حديد، عصيان صغيره، بيشدوا علينا اجزاء واحنا واقفين في البلكونات، وبيشتموا طبعا شتايم مش كويسه، وكله يخش جوه ما حدش يقف في البلكونه ومش عارف ايه، وبيشدوا اجزاء وبيضربوا نار، والله ضربوا نار كتير، قعدوا بالظبط يجي 10 دقايق يضربوا فيه بس. وبعد كده خدوه طلعوه على العربيه بتاعه البوكس. كان ابني تاخدوه ليه؟ قام رد عليا يعني بعجرفه، قال لي وانا اسمي هشام عبد الجواد رئيس مباحث الجيزه وقريب ابراهيم محلب. عارف ابراهيم محلب؟ في النيابه وهو نازل من عربيه الشرطه اللي جايبها من القسم عشان يرضوه عن النيابه، انا شفت ابني متدغدغ شوي مش قادر يمشي. وفكر النيابه بيقول له مين اللي ضربك؟ قال له ما حدش ضربني، بس سيبني اروح وما تودينيش القسم تاني عشان لو رحت القسم تاني هيموتوني. كان في محامي واقف عمله لا قول اللي حصل بالظبط، قول عملوا فيك ايه؟ قال له يا بيه الحكومه ضربتني عدمتني العافيه، انا مش قادر اقف. وكيل النيابه حوله قال لك طبيب يجي له في القسم. القسم طبعا دي الشرطه، دي الشرطه المصريه شرطه مصر، هتودي واحد هيضربوه ويعالجوه؟ لا طبعا يسيبوه لحد ما يموت. مش عايزين دخلوا الصحافه. ابني الوحيد ده انا كنت هجوزه بعد 14، بجهز له بيته، بجهز له بيته، حرام حرمني منه هشام عبد الجواد. الشرطه زي ما هي مفيش فرق خالص، الشرطه كابت اللي جواهم من ايام الثوره، لو مسكوا اي حد بيطلعوا الكابت بتاعهم فيه، لان هم من جواهم اساسا نار. ازاي ده احنا طول عمرنا الاسياد وهم العبيد، هم حاطينها كده. هو مش فاهم ان هو موظف وبياخد مرتبه مني الضرايب اللي انا بدفعها. احنا هنطالب بقى بضبط واحضار اللي احنا متهمينه في قتل صاحبنا ده. واحد موت واحد يتعامل زيه زي اي مواطن، واحد قتل واحد يتحط. سعد ده الله يرحمه ممكن يكون انا، ممكن يكون اخويا، ممكن يكون ابويا، اي حد. فاحنا ان شاء الله هنصعد الموضوع لاعلى حاجه. لازم هشام ده يبقى عبره لكل الضباط اللي زيه، وعبره لكل الضباط اللي ناسيين ربنا ومش حاطين في دماغه ان في حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا القصص دي كلها. برضه جاتني معلومه ان هشام عبد الجواد ده كان سبب رئيسي في الراجل اللي مات في الجيزه، يبقى فعلا زي ما بيقولوا كده ابليس الجيزه. بيقبض الارواح اهو. يا مرس انتخبنا، يا مرس انتخبنا، حقنا ضايع هنا وهناك، حقنا ضايع هنا وهناك، يا مرس انتخبنا، يا مرس انتخبنا، حقنا ضايع هنا وهناك، حقنا ضايع هنا وهناك. الداخليه هي هي العصابه مفتريه، العصابه مفتريه. الظابط يسافر كل يوم كان بيجي يضرب فينا ويقلبنا نظاره، وكان بيخش فينا بالعربيات، وكان بيضربنا بالبتاع اللي معاه دي، كان معاه عصايه كان بيضربنا بيها. اللي شفته هنا ساعه يوم الحادثه، ساعه هو كان هنا جاب ميكروباص وكان جايب عساكر وكان جايب جاز ظباط معاه كمان، وكان جايب واحد نائب
ودخل علينا جوه. لما نزل احنا جوه في الشارع اللي هو مالوش يخش الشارع ودخل جونا راح ضرب عمي ضربه بالقلم وطلعها بالقلم ودف على وشه ووقع في الارض وراح دخل علينا وضربوا فينا وبالعساكر اللي معاهم خلى عساكر ضربتنا ودخلوا قتلوا ابن عمي جوه في الشارع هنا. سبت اللي هو خد الرصاص جنبه حاطط في جنبه وترمى في الارض وجريت عليه خلاص قطع النفس مش قادر يتكلم ولا قادر يعمل اي حاجه. هو الظابط جري وركب الميكروباص ومش حد شافه على كده. ضرب علينا احسن من 200 طلقه 300 طلقه من امناء ومن الظباط ومن هشام رشاد ومن نقيب احمد عبد الكريم. هو ده يعني هو جاي مصطفى يجري من هنا وباباه واقع بيضربه باباه. انا شايف واقف من اول ما نزل الظابط هشام بالمجموعه بتاعته ظابط بلديه ظابط مرافق ظابط شرطه مرافق ينزل بعربيات رمى من السيده عائشه هو ظابط مباحث جاي يقبض علينا واحنا بياعين نازل بعربياته نزل على مصطفى على ابو مصطفى هنا وش كده من غير كلام. انا مش عارف هو شغال ايه ده ظالم. الظابط يضربه طلقه من جنب اليمين تطلع من جنب الشمال الظابط الظباط والامناء وفي طلعت برضه ورا في حاجات كتيره. مصطفى اتضرب واحنا اهو في الارض اهو ومشي وقع بين العربيات. في رقم رن عليا معلش يا عم غالي ربنا يجيب حق ربنا يجيب حق بس هو ايه حاول عليك يا رب 21 سنة شفت في الواقع 10 سنين من ساعة ما مسكوني اتلموا عليا في المكان ده كده حضرتك في المكان ده ابني جاي كده ابني جاي كده أول ما مسكوني جاي يجري عليا كده راحوا ضربينه في الحتة دي راح ضربينه في المكان ده وقع على جنب الحق اقول الحق ببص لورايا لقيت الواد مرمي رحت مرمي عليه بدوب بعد الناس مني راحوا مترعمبوا على المستشفى الواد منتهي واخد طلقه هنا في جنبه اليمين طالعه من الجنب الثاني واخد طلقه هنا في صدره واحد ضربه بحديد على ايده يعني واخد ثلاث ضربات اتنين نهري وواحده بقاله حديديه. ما شفناش افترا كده، ما شفناش اخرنا مثلا ساعه ما الظابط مثلا يجي المرافق كان بيشوف كان مثلا ياخد حاجه منك او حاجه بسيطه منك وضربه اهانه مش بس ان هو ياخد الحاجه، لا تعالى يعمل لك محضر من انت بيعمل لك حاجات انت ما عملتهاش اشغال طريق وتاجر مخدرات، راجل طالع من متعلم مكمل تعليمه. بيسيب المدرسه ويجي يقف مع ابوه هنا يساعده بيشتغل مخدرات ولا ان هو بيشرب حشيش ولا هو بيبيع بنك في الشارع، لا ده متعلم وراجل عارف ربنا وبيقف في الشارع وكل الناس اللي عارفاه. رخر في ناس هنا كتير قوي زعلت عليه وعايزه تروح انها تتكلم وتقول. فهمونا اللي احنا كان معانا سلاح بنضرب بيه واحنا ما كانش معانا اي حاجه بنضرب بيها، كنا بنضرب بالقفصه وبالرمان وبالصرف لان ما كنا ما معناش اي حاجه ندافع نفسها عن نفسنا بيها، كنا بنضرب بالفتحه اللي كانت معانا. انا مش عايز من الدنيا دي كلها غير حق ابني القصاص العادل